بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 24 من كتاب المرجع في الرياضيات الثالث ابتدائي، تتمة لتقويم التعلمات. التمرين الخامس، إكزرسيس نيميرو 5. Je calcule sans poser l'opération. أحسب دون وضع العملية. 59 في 10 يساوي، إذن يبقى نفس العدد ونضيف يمينه صفر. أي عدد مضروب في 100 يبقى نفس العدد ونضيف إلى يمينه صفران. كذلك أي عدد مضروب مثلا في 1000 يبقى نفس العدد ونضيف إليه 3 أصفار. إذن 59 في 10 نكتب يبقى نفس العدد 59 نضيف إليه 0. إذن 59 في 10 يساوي 590. 59 فوا 10 إيغال 590. 8 في 100 نكتب 8 ثم نضيف إليها 0. 8 في 100 يساوي 800. 8 فوا 100 إيغال 800. 87 في 10 يساوي 87 ونضيف إليها 0. إذن 87 في 10 يساوي 870. 87 في 10 إيغال 870. سادسا، أجد الأرقام الناقصة في العمليات التالية. العملية الأولى عملية ضرب. إذن ما هو العدد أو الرقم الذي نضربه في 4 يساوي 2؟ بالنسبة لضرب لجدول ضرب 4، 4 في 1 يساوي 4، 4 في 2 يساوي 8. إذن لا يوجد 2، إذن سوف نبحث عن العدد الذي يكون رقم وحداته 2. 4 في 1 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12. إذن في 3. إذن 3 في 4 يساوي 12. أكتب 2 وأحتفظ ب 1. ما هو العدد الذي أضربه في 3 وأضيف إليه 1 يساوي 7؟ إذن هو يعني يكون هنا عدد مضروب في 3 يساوي 6 لكي نضيف إليه الواحد ويصبح 7. إذن 3 مضروب في 2. إذن 3 في 2 6، 6 زائد 1 يساوي 7، 3 في 1 يساوي 3. إذن 124 في 3 يساوي 372. ننتقل إلى العملية الثانية وهي عملية الطرح. إذن 0 ناقص 9 لا يمكن، إذن دائما نستلف 10. إذن 10 ودائما نرجع السلف. إذن 10 ناقص 9 يساوي 1. إذن ما هو العدد الذي ننقص منه 7 ويعطي 6؟ العملية جد سهلة. 6 زائد 7 يساوي 13. إذن أكتب هنا 3، هنا 1 للاستلاف، يعني استلفنا 10 وهنا أرجعوا الاستلاف. إذن 3 ناقص 7 لا يمكن، السلف يعني 10. 13 ناقص 7 يساوي 6، أرجعنا الاستلاف. 7 ناقص 1 يساوي 6. إذن 730 ناقص 69 يساوي 661. إكزرسيس نيميرو 7، تمرين السابع. جو بوز اي جي فيكتي، اضع وانجز. اذا العمليه الاولى عمليه ضرب. اذا 98 في 9، 98 فوا 9. اذا 98 مضروب في 9 يساوي، إذن 9 في 8 يساوي 72. أكتب 2 أحتفظ ب 7. 9 في 9 81 زائد 7 88. بالنسبة لعملية الضرب، يجب أن نحفظ جدول الضرب حفظا عن ظهر قلب لكي ننجز عمليات الضرب بشكل صحيح. إذن 98 في 9 يساوي 800
واثنان وثمانون. 394 زائد 297 عملية جمع، إذن 304 زائد 297 يساوي، إذن 4 زائد 7 يساوي 11. اكتبوا 1 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 0 1، 1 زائد 9 10، اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 3 4، 4 زائد 2 يساوي 6. إذن 304 زائد 297 يساوي 601. 304 plus 297 égale 601. ثامنا، احسب عدد القرميد الأحمر، ألون بطاقة العملية المناسبة وأحيط العدد الصحيح. إذن أولا احسب عدد القرميد الأحمر، ثم ألون بطاقة العملية يعني المناسبة وأحيط العدد الصحيح. إذن أولا نحسب عدد القرميد الأحمر، إذن 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن 8. 1 2 3 4 5 6، إذن 6 في 8 لكي نعرف مجموع هذا يعني عدد هذا القرميد. إذن 8 في 6 يساوي 48، 48 يعني العدد الإجمالي للقرميد، ونحن مطالبين بحساب عدد القرميد الأحمر. إذن سوف نطرح منه عدد القرميد الأسود، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن 48 ناقص 8 يساوي 40، هذا هو المطلوب منا. إذن ألون البطاقة العملية المناسبة، إذن هذه هي البطاقة يعني المناسبة، لأن 8 في 6 يساوي العدد الإجمالي لعدد القرميد، ثم نطرح منه عدد القرميد الأسود لنحصل على عدد القرميد الأحمر. إذن هذه هي البطاقة المناسبة، ثم نحيط ماذا؟ وأحيط العدد الصحيح، إذن العدد الصحيح هو 40. من أين أتتنا 40؟ 8 في 6 يساوي 48 ناقص 8 يساوي 40، يعني 6 إن 8 في 6 العدد الإجمالي لعدد القرميد، ثم نطرح منه عدد القرميد الأسود الذي هو 8 يساوي 40، يعني 40 هو عدد القرميد الأحمر. التمرين رقم 9، أحدد كل مستقيمين متعامدين بعلامة في، هنا هذان مستقيمان متقاطعان، نعم هذان مستقيمان متعامدان، وهناك يعني علامة للتعامد، المستقيمان المتعامدان يكونان يعني 4 زوايا قائمة، وهذه علامة التعامد. إذن هذان مستقيمان يعني متعامدان، هذان مستقيمان متوازيان. التمرين رقم 10، أحدد كل مستقيمين متوازيين بعلامة في، هذين مستقيمين سوف يتقاطعان، هذين أو هذان مستقيمان يعني متعامدان، وهذين مستقيمين متوازيين. هنا بماذا عرفنا أن هذين المستقيمين متوازيان؟ إن كل مستقيم متعامد على مستقيمين فإن هذين المستقيمين يكونان متوازيين. إذن ننتقل إلى التمرين 11، نعم إكزرسيس نيميرو 11. جو تراس لا دروات كا باراليل على دروات دي اي كي باس بار لو بوان ا، ارسم المستقيم كا الموازي للمستقيم
دي والمار من النقطة A. إذن لكي أرسم المستقيم الموازي للمستقيم D، أولا يجب أن نرسم مستقيما متعامدا مع هذا المستقيم. ثم بعد ذلك نرسم مستقيم يعني متعامد مع هذا المستقيم ويمر من النقطة A. إذن هذا المستقيم هو المستقيم ك، إذن المستقيم ك متوازي مع المستقيم د ويمر من النقطة أ. نعم. تمرين رقم 12، يحمل فلاح 125 رمانة في الطريق إلى السوق، باع 36 رمانة بثمن 170 درهم، بينما باع الباقي في السوق بثمن 5 دراهم للرمانة الواحدة. إذن يجب أن نفهم المعطيات ثم بعد ذلك نقرأ الأسئلة ونجيب عليها إجابة صحيحة. إذن الفلاح يملك 125 يعني رمانة، باع منها يعني في الطريق 36 يعني المجموع 125، باع 36 بينما الباقي يعني باعه في السوق بثمن 5 دراهم للرمانة الواحدة. ألف، أحدد العملية المناسبة لحساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق. يعني أحدد العملية يعني أي عملية؟ العملية المناسبة لحساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق. إذا نقرأ هذه العمليات: 125 زائد 36، 125 ناقص 36، 125 زائد 170. إذا هنا عملية جمع، ونحن نعلم أن الفلاح يملك 125 رمانة وباع منها في الطريق 36، يعني هذه العملية خاطئة لأن باع يعني نقص من العدد الإجمالي. إذا 125 ناقص 36، نعم هذه هي العملية المناسبة. بالنسبة للعملية الثالثة 125 زائد 170، هنا عدد الرمانات 125 زائد 170، 170 هو الثمن، ونحن مطالبين بتحديد العملية المناسبة لحساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق. إذن هذه خاطئة 100%. إذن هذا هو الجواب الصحيح. أحدد العملية المناسبة لحساب المبلغ الذي حصل عليه الفلاح من خلال بيع الرمانات الباقية في السوق. أحدد العملية المناسبة، يعني دائما نحن مطالبين بتحديد العملية المناسبة، نعم، وليس يعني بالحساب. أحدد العملية المناسبة لحساب المبلغ الذي حصل عليه الفلاح، يعني المبلغ الذي حصل عليه الفلاح من خلال بيع الرمانات الباقية في السوق، يعني المبلغ الذي سيحصل عليه بعد بيع الرمانات الباقية في السوق. إذا نقرأ هذه العمليات: 36 في 5، 125 في 5، 125 ناقص 36 في 5. إذن بالنسبة للعملية الأولى 36 هو عدد الرمانات التي باعها الفلاح يعني في طريقه إلى السوق،
في 5. لا، هنا لم يحدد بيع تمن، يعني تمن للرمانة الواحدة، ولكن حدد التمن الإجمالي، إذا خاطئة. وهذه يعني لها علاقة ب36 رمانة. 125 في 5. لا، هذا العدد الإجمالي للرمان مضروب في 5. لا، لأنه باع 36 في الطريق وبقي عدد آخر سوف يبيعه في السوق. 125 ناقص 36 في 5. نعم، هذه هي العملية المناسبة. هنا العدد الإجمالي للرمانات ناقص 36 رمانة التي باعها في الطريق، سوف يبقى العدد الذي يبيعه في السوق، وذلك العدد يضرب في 5 ويعطي الثمن الذي باع به الفلاح هذه الرمانات. إذا هذه هي العملية المناسبة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.